FM. الكل مليك. نحب نقوله أنا قلت أن ربما الانقلاب هذا يشعل ضوء أحمر محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا أمام السياسات العدوانية لأردوغان مع جيرانه، لأن أردوغان نحب نذكر أنه بدأ بفكرة أو بنظرية يسموها صفر مشاكل متاع وزير خارجيته آنذاك، يعني صفر مشاكل مع المحيط. اليوم أردوغان وصل تقريبا 100% مشاكل مع كل محيط، عنده مشاكل مع سوريا وتدخل سافر في سوريا ودعم للجماعات الإرهابية، عنده مشاكل مع الأرمن، عنده مشاكل مع الروس، عنده مشاكل مع الإيرانيين، عنده مشاكل مع كل جيرانه تقريبا، وعنده مشاكل مع الطبقة السياسية داخل تركيا. وعنده وهم التوسع العثماني، وهذا اللي خلى تركيا في المازق هذا. كابا فان الكلمة ليك.